وعلى طاولة الحوار السياسي هناك تحديات أمنية واضحة يتقدمها تنامي النشاط ضد الإرهابيين في محافظة نينوى، ما يعيد إلى الواجهة التحذيرات من تسلل عناصر تنظيم داعش عبر الحدود مع سوريا أو استغلال عودة أسر مخيم الهول. وأعلن ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول مقتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا في جبال العطشان بناحية بادوش في نينوى، فضلا عن العثور على كميات كبيرة من الأحزمة الناسفة والعبوات. وفي السياق، أعلنت قيادة عمليات نينوى اعتقال 4 إرهابيين بسيطرة تلفار الجنوب غرب الموصل، في وقت يطالب الخبراء قوات مكافحة الإرهاب توسيع دوائر استراق السمع على طول الحدود العراقية تحسبا لتسلل إرهابيين بعد تأشير ارتفاع مستوى الخطر في صحراء الأنبار ونينوى. Thank you.